واحد يقول انا انسان خاطئ وعملت خطايا كثيره، وبعد طلب التوبه من الله ارجع للخطيه مره اخرى، فكم عدد المرات التي يقبل فيها الله توبتي؟ تتوب يعني ما عدتش تعملها تاني، انت تتوب وترجع وترجع وتتوب، يعني مش توبه دي. اما عدد المرات، طول ما انت حي وعايش ان تبت ربنا يقبل تبت مهما كانت المرات. ده هو في كلام بطرس معاه قال له ان اخطأ اليك اخوك 77 تغفر له، فكان بالاولى ربنا، بس تكون توبة حقيقية مش شغل مراجيح.